ومستمرين على مبدعنا من ساحات التظاهر ومن خيمة ناشطين النجف الأشرف. هاي وحدة. والله والله اسمع اسمع يا مسؤول، يا بكت الشعب، يا حرامي، يا بكت الفلوس اللي نهبتهم. أمس عائلة طلعت ثلاث بنات خطية وأبوهن سكر عدة ومعوق والأمية ميتة، التغوا بيهم راحوا للحوش، الحوش خرابه، قالوا لهم شوف طرتوا، وحق هذا أمير المؤمنين طلعوا قدر المذرودة خبز ومي والبنات يبكن. شوف وين وصلنا يا مرحلة، احنا شعب العراق 60% 65% خليتوه فقر، ما كان فقر، من وراكم شي بعض ضيم فقر. شوف البوق شلون تتفننون بيه، قاموا يبوقون بيه، من يبوقون؟ سووا مستشفى بأي محافظة هسه مثلا ديوانية، يريد يسوون مستشفى، ست طوابق المستشفى هي كذب طبعا بس بأوراق، قال لك أنا جايب لي مستشفى، بنوا المستشفى، الدور شي يسوون؟ يأثثوها، طبعا هي مستشفى ماكو بس بالورق، أثثوها، الدور شو سووا بعد؟ جابوا كادر طبي على أساس، وسووا موظفين، هي كلها كذب. اسمع يا شعب، كلها كذب كذب. شوف وين وصلنا مرحلة، شوف البوق شلون تفننون بيه، هذول الساعة قاعدين بالقصور، فلل ومسابح بالبيوت وبالفلل، والواد مكاتل الجوع وبياكل شعب العراق مثروده. قبلوها يا شعب، مو على المسؤول، المسؤول بالله يقبلها لان هو حرامي نشال، بس ما بغالكم شيء، ثورتنا مستمره وان شاء الله ورا هذا الشهر الكريم ان شاء الله، والله والله باقين ومستمرين باسم الدين، باسم الدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم مثل ما شفتوا هذا نحكي بيها عن فساد المسؤولين. الفيديو اللي ظهر بعد إشارة البرنامج يحكي عن فساد يحصل في جانب الصحة أو في وزارة الصحة. أي شخص حبي يتصل بينا حول هذا الموضوع، رقم البرنامج ظهر أسفل الشاشة هنا، يقدر يتصل بينا من داخل العراق، عندنا أرقام أخرى يقدرون يتصلون بينا من خارج العراق البرنامج أو من داخل العراق أيضا، الأرقام ثلاثة موجودات جواس حاليا، إضافة إلى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. أكو ناس دا تزعل ودا تدزلنا رسائل أنه إحنا ما دا نجاوبها على الواتساب، أعذرونا 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 ونعتذر من عندكم أشد اعتذار، ما نقدر نستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب، فقط رسائل، وأتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها للناس. فيما يخص الفساد يعني خصوصا بوزارة الصحة، يطلع لنا وزير الصحة العراقي يقول أنا أحتاج 5 مليون دولار للوزارة. هذا التصريح صرح به وزير الصحة جعفر علاوي، أنه إعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا قريبة جدا، وأن الوزارة مفلسة ومحتاجة إلى 5 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، وهم عندهم احتياجات تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار توزع على الأشهر المقبلة وتدفع لنا بشكل شهري. وشك أن قلة التخصيصات المالية للوزارة خصوصا في وقت إعلان حالة الطوارئ، لكن أكو أنباء تشير إلى أنه مصرف الرافدين قام بالتبرع بمبلغ 3 مليون دولار إلى وزارة الصحة. أيضا بالمقابل لما يطلع لنا وزير الصحة ويقول أنه أنا محتاج 5 مليون دولار، يطلع لنا النائب هيثم الجبوري ويقول أنه العراق يدفع 200 مليار دولار لحزب الله اللبناني والحوثي وللأسد من قوات العراقيين. يعني العراق دا يوقع دا يفلس، بالمقابل أنه إحنا دا نعطي فلوسنا للغير. بالمقابل أيضا يطلع لنا وزير الزراعة صالح الحسني في لقاء تلفزيوني ويقول أنه إحنا نطينا 90 مليار دولار إلى إيران حتى نستورد من عندها ثلاث منتجات، ثوم وشوندر أحمر بالعربي شمندر السكري ونبوك. 90 مليار دولار تنطل إيران حتى نجيب ثوم وشوندر ونبوك. وصالح الحسن يقول أكو تهديدات جتني من بعض التجار لأنه وقفت بوجه هذا الاستيراد، ويقول أكو تجار آخرين دا يجمعون إجازات استيراد يقولون الوزير راح يطلع. يعني باقي الوزير ما باقي الوزير مهمهم للتجار، أكو من يسندهم.
فاحنا نريد نفتهم يعني هذا الانقاذ اللي دا ننقذه احنا الى اقتصاد ايران المتهالك نتيجه العقوبات ليش؟ 200 مليار لحزب الله والاسد، 90 مليار الى ايران دا نشتري ثوم ونبوغو وشواندار، والشعب العراقي واقع من الجوع. ابو علي من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا حيا عطرك، شلونك شاب؟ هلا بيك. حاوب المعدي. لا هند معك على غالي صاد. العراق بحاجة إلى 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 مساعدة إيران. العراق بحاجة إلى مساعدة، هو إحنا بالعكس زي يصير إحنا دا نساعدها. يعني نساعدها أو تساعدنا. نعم. الأراضي العراقية، الأرض السوداء، الأرض يعني الأراضي العراقية. نعم. أحسن زراعة نخيل طماطة من أشكال الزراعة صناعة. وين حتى إيران نستورد من إيران. صار تسمعني؟ وياك أسمعك بس إنه وينهن؟ وين الزراعة؟ وين الصناعة؟ وين الصناعة يعني المنتجات العراقية؟ وشنو اللي ده نورده لنا؟ العراق اليوم أصبح مستهلك فقط. العراق يعطي نفط يستخدم الفلوس اللي دا ياخذها ثمن للنفط دا يستورد من ايران غاز ودا يستورد ثوم ونبوغ وشواندر وخيار وطماطه وزيت فاسد ومعجون طماطه فاسد وادويه فاسده وادويه بها ايدز. احنا جدا نورد للناس شنو اللي عندنا؟ يعني هاي ارض السواد العراقيه شنو دا تنطي؟ رحم الله والديك استاذ. يعني وبرلماني بس المضيف ماله، ايش برلمان بسيط بس المضيف ماله 500 مليون، 500 مليون اللي صارفها على المضيف. نعم. يعني ما قدر ينطي له 100 مليون لهاي الفقراء الناس اللي تتغدى ما تتعشى. والله كسر قلبي هذا الرجل اللي من البصرة يشكي الجوع. ليش مو حرام مو الله شي يقولوا له؟ كل راعي مسؤول عن رعيته. العراق بيه النفط، العراق بيه الصناعة، العراق بيه الزراعة، يعني من الزراعة نقدر نعيش أحسن عيشة. نعم. أحسن عيشة. ليش ما يفكرون بهالعالم الفقراء؟ السجون مترسة، بس أنا زعلان عليكم أستاذ، يعني تحشون على الحكومة، لا ما أقبل على الحكومة، تقولون ما حركة وساكن على المسكن، لا. بهاي ما أوافقكم يعني لأنه مو بس حركة وساكن على المسكن، هجروا محافظات يا أبو محافظات عوائل. نعم. ليش؟ شنو نبه العالم غريب العفو؟ والله شي عراقي جايين حاقدين من إيران، صدام حسين راح بوقته، هاي العالم الفقرة ظلت. ليش؟ هنطيه 100 مليون ودع على الفقرة ما يكفي؟ نعم. استغفر الله، نعم الله عليك بالخير والعافية. والله يا أستاذ جعت أرواحنا، بس أنا أشد على عيد المتظاهرين أخوتي، يريدون زلم، يريدون يردون إمدادات عين عيونهم ويمشون، وإن شاء الله الله يبارك بيك وبيهم وبقناة الرافدين. وأنا أشكركم، والسجون مترسة والله أكثرها أبرياء، والله أكثرها أبرياء، والله أكثرها أبرياء. نعم. فاحنا نعم الله عليك بالخير والعافية، احنا نطلب من عندكم ومن الناس اللي الخيرة الطيبة العراقيين الأصلاء، الله هرتن بالسجون، الله هرتن بالمروة، الله أكبر. يعني رمضان هذا شهر الخير والطاعات، سجين هذا لا حول ولا قوة، سجين. نعم. وأنا أشكرك وأشكر قناتكم الموقرة. شكرا 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 لك أبو علي. السعد من الكويت حياك الله. حياك الله والدوم يا أستاذ ومية على ديك أستاذي. نتمنى صرف ربع مليون لكل عراقي وعراقية، نتمنى صرف ربع مليار لكل عراقي وعراقية من مليارات العراق، ونوجه رسالة ونداء عودة النازحين. وكذلك أيضا يجب على البرلمان والمرجعية الاهتمام بهؤلاء الذين يعذبون داخل المعتقلات، وكذلك المقيدين والمحتجزين يا أستاذي، وحماية المغتصبين المعتصمين والمحتجين، والتعدي على المتظاهرين جريمة النكرة لا يقبلها الإمام المرتضى،
ولا حتى المهدي المنتظر القادم، لأنهم أصحاب حق، لأنهم أصحاب حق يا أستاذي. وكذلك تحياتي لك، وكذلك أيضا تحية للقناة، وشكرا لك يا أستاذي. شكرا محترم. شكرا لك أخ سعد أبو زكريا من كركوك، حياك الله. حياك الله يا عزيز، حياك الله يا ابني أسد، ابني أسد وظل أسد. أقول كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم وعلى أكرمنا علينا وعليكم الصحة والعافية. ورحم الله على الشيخ الطاهر العظيم شيخ حافظ الضاري، وتحياتي على مثلنا حافظ الضاري. والله العظيم هاي الحكومة ما وراءها شيء، بس القتل من 2000 كافر حزال اليوم، التهجير وقتل وأخطاء الأرزاق لأبناء الشيعة والسنة، هذول الحكومة لأنه التابعين الصفويين، هذول خاصة من هذا المرجع الديني العظيم مقتدى صدر يقتل بالمتظاهرين. والله العظيم احنا ما عدنا بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم كريم رمضان العظيم، والله العظيم بس عدنا أملنا بالمتظاهرين إن شاء الله يغيرهم بإذن الله ورسوله يا ابني. نعم. الله يحفظ المتظاهرين ورحم الله على شهداء المتظاهرين والجرحى وأتمنى الجرحى ان شاء الله يعودون على المتظاهرين، ما عندنا غيرهم غير رب العالمين. هم شاهدين هذول شبابنا، هم شاهدين رفوع راس العراقي باذن الله رسوله بحق هذا اليوم العظيم رمضان الكريم. ما عندي غير اي داعي على المتظاهرين، الشباب هذول الاطفال شباب هم رفعوا راسهم، هم عرفوا العراقي، هم عرفوا هذول السياسيين شكوا شماكوا، ان شاء الله هم المتصلين، وان شاء الله هذول السياسيين بالزبائن ما استغلاك مال الزبائن ان شاء الله رب العالمين. شكرا 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 لك ابو زكريا. زينب من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك يا رب. استاذ هاي يعني هي عود امريكا ما تدري انه ايران يعني تسوي باقتصاد العراق، هي هارت اسعار النفط ورتبت وضع السعوديه بشركه ارامكو ربحت تريول دولار وامنت ورتبت حتى تثير اسعار النفط حتى تدمر اقتصاد العراق، لانه معتمد اقتصاد ايران معتمد على اقتصاد العراق، فاحنا العراقيين احنا ندفع هاي ثمن هاي المشكله. نعم نعم استاذ، اشكرك استاذ. شكرا شكرا لك اخت زينب. طبعا فيما يخص وزاره الصحه، تقرير موجود على الانترنت تقدرون تطلعون عليه، ب 2017 يقول انه اكو 200 من قدامى الجنود الامريكان اللي حاربوا وصيبوا او قتلوا بالعراق رفعوا دعوه قضائيه تتهم بها 5 شركات اجنبيه للادويه انه تعاملت مع ميليشيات عراقيه مصنفه على اللائحه الامريكيه للارهاب لدورها في استهداف الجنود الامريكيين خلال سنوات الحرب. وتشير الدعوة أن هاي شركات الأدوية أبرمت عقود مع وزارة الصحة العراقية بمئات ملايين الدولارات ونطت يعني عمولات ورشاوى لأتباع مقتدى الصدر من أجل الحصول على تلك العقود. والمحامي رايان سباراسينو يقول أن الدفاع قدم للمحكمة وثائق عن العمولات اللي كانت تقدم على شكل رشاوى نقدية من أجل الفوز بعقود في وزارة الصحة، علما أنه أتباع الصدر يسيطرون على عقود وموازنات وزارة الصحة العراقية من عام 2004 حسب الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقي راضي الراضي. والراضي أشار أن الوزراء اللي يتسمون ببعض النزاهة مثل ما سماهم ما قدروا يستمرون، لأن المفتش العام والمدراء العامين متفقين على تقاسم العمولات وكانوا ينظمون عقود بشكل يناسب مصالحهم هم، ويخفون عن الأجهزة الرقابية بوقت بكان ديوان الرقابة المالية ما يقوم بأي تدقيق إلا بنهاية العام وراء ما تكون العقود وقعت وصرفت أموالها، وفق راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الأسبق.
وأيضا يعني إشارة أنه بنفس التقرير أنه يومها أحد أعضاء ميليشيا جيش المهدي أخلي سبيله لاحقا خلال ولاية رئيس الوزراء نور المالكي، ليتحول من قائد في ميليشيا متهم بجرائم قتل مسؤولين إلى نائب بالبرلمان العراقي. يحكي هنا عن حاكم الزاملي ويقول أنه التغيير في وزارة الصحة اقتصر على الوزراء وبعض المسؤولين ومطال هيكلية الوزارة، ولهالسبب نرى أنه الوزارة بها فساد كبير. وأكو وثائق كشفها جواد الموسوي بشهر أغسطس عام 2019 تتحدث عن الفساد في وزارة الصحة، وأنه أكو عقود وهمية، وأكو ملايين الدولارات صرفت على أدوية فاسدة، وأنه أكو بعلم وزارة الصحة العراقية عن طريق شركة كيماديا تستورد أدوية خاصة بأمراض السرطان والأمراض المستعصية المتعلقة بالإشعاع والأدوية الباهظة، أغلبها يا ما وصلت يا تجي للعراق فاسدة. أبو إبراهيم من بابل حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك، شلونك أستاذ أفد الوردة؟ حبيب قلبي. الله يخليك، رحم الله والديك. لكن اليوم أنا اشتكيت على موج هاي تكرم المياه الثقيلة اللي ذبحوها. نعم. أي والله، رحنا للمحافظة للبيئة. في قضاء جبلة. أي أي بجبلة، رحم الله والديك. نعم. اي رحنا للبيئه اشتكينا ونفس الشيء، هم اجوا وفرغوا من هم البيئه. اي اشتكي اي والله البابل يعني المحافظه، رحنا نعم. اشتكينا اربع خمس نفرات، رحنا قدمنا شكية ونفس الشيء وما سوونا كل حال. ما اجى واحد يعني شاف الوضع، ما اجى واحد سوى كشف دلاله على الموقع، ما حد اجاكم، ما حد اجى وياكم؟ اجوا من البي اتش لاند جروز، سياره لاند جروز، جت من البي اتش ترت ومشيت وكل شيء ما تفول. الله وكيلك، ولا حد سوانا لا صورت حال، وانا ارد بس الله يسمع واحد صوتي. نعم. هاي قناتكم الشريفه. نعم. الو الو الو، وياك ابو ابراهيم. اي والله ما رحنا اشتكينا بالمحافظه بالبيئه نفس الشيء استاذ. نعم. الو، يلا اشكرك يا عيني، رحم الله والديك. هلا بيك، هلا بيك ابو ابراهيم. ابو ابراهيم اتصل قبل ايام وذكر قضيه المياه الثقيله او مياه مجاري الصرف الصحي اللي كان او يعني تطلق في مجاري المياه في قضاء جبلة بمحافظة بابل، الأمر اللي أدي إلى أوبئة أو يؤدي إلى أمراض، إضافة إلى تلوث المياه في الناحية، إضافة إلى قتل الحياة الثروة السمكية عفوا وانعدام الحياة في المياه العراقية نتيجة صرف مياه الصرف الصحي داخل المصارف أو مجاري المياه. يعني هاي قضية مستعصية في العراق صحيح، لأنه من بلشت تطلع قضية تلوث المياه إلى يومنا هذا، لليوم ما حد تحرك على هذه القضية، ما حد تحرك لي راحة الناس، لأنه إذا طلعنا من كورونا تلوث المياه ومياه الصرف الصحي بها أوبئة أخطر من كورونا. نتمنى أنه هاي الرسالة يسمعوها المسؤولين. شكرا لك أبو إبراهيم. من بغداد عندي أم زينب، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، هلا بيك يوم. عليكم بالصحة والعافية. اللهم آمين علينا وعليك. بدنا نسأل الحظر، الحظر اللي هذا مدى يعني مدى رح يستمر هذا المرض قوى وعالية، يعني تسمع أخبار يومية كان متناقل، فيعني بس إنه الوزير يريد 5 ملايين دولار، يعني هي بس هي متوقفة هذا التراكم على هاي 5 ملايين دولار، يعني مدى يلقون حال، مدى يلقون شغلة، يعني نص تداوم نص ما تداوم، احنا يعني متعذبين من وراء اولادنا يطلعون للدوام على قلبنا، هو حال يشوفونا يخلصون هذا الشغله. يعني هاي وحده شغله الفلوس مال الملايين اللي يقرعون بها الفرع، نعرف احنا فلوسنا للشارع هي. نعم. ما يشوفون ما يقولون البلد تعبان، يعني هي زي نقول يعني تطاب للبلد تراب، جرة إحساس خوف، ما عندكم وطنية، ماكو بقلبكم، ميتة والله يا ابني رح نتخبر إحنا من التصرفات هاي. إحنا بلد تعبان ويطول لي برة 90 و200، يعني والله عيب.
نعم. إلى متى إحنا نبقى إيشي بلد بيدمر انهار انهار كبير؟ يعني ماكو حد يستجيب لهاي الشغلة ويبي، يعني والله تعبونا. يعني شلون الحقد ينتحر واللي يموت واللي ينكتل واللي يقتل جهاله ويسلبهم؟ تصرفات من وين تصرفات هاي البلد يا ابني؟ ان شاء الله تنقون الوطن تشوفون الحرب اللي صارت الخطيب هذول اللي نعم نعم انشتم الشكل هاي. يعني لو شويه هذا شويه ينقضي عليه مصيرهم ومصيرهم والبلد دا يدور يوم على يوم. والله يا ابي بنبكي دم هذا. يعني الى متى مدى نعرف يا ابي؟ والله مدى نعرف تعبنا تعبنا ما اعرف بعد. انتم الله يكون بعونكم بتنادون ويانا بس لا حياتي من تنادي. نعم ما اعرف نعم قوتي ما اعرف والله. شكرا ورحمة الله والديكم. شكرا جزيلا لك ام زينب. ام علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يخليك. انا اشكر قناتكم الشريفه اشكرها واني متابعتكم يوميا ويوميا اناشدكم على قضيه ابني. نعم استاذ قضيه ابني. ابني دعوه شرف وراح بيها المؤذن واني ما اسكت. اناشد وزير العدل، هو مو وزير العدل خليه يستجيبني اشوف افاده ابني. اذا ابني مو دعوته دعوه شرف اني اوقع على ابني بالاعدام. والله العظيم يا استاذ والله العظيم يا استاذ ابني دعوه شرف غيرها المحامي انطاه فلوس بالمركز سواها قتل متعمد وهي الدعوة مالته مشاجرة بعرس بالمأمون تلعبوا عليها كوجة. أنا فقيرة ولا فقيرة وحرمة ما عندي أحد. نعم. شيوخ العشاير تسبني فلوس أناشد أبو عامر. شيوخ أبو عامر الشرفة يسمعون صوتي. أنا ولا حرمة وتعدوا على عرضي تعدوا على عرض ابني. شلون يقول لها اختي شالت الغيره وحكم القاضي مؤبد. لا استجابنا القاضي ولا طلب شهود او عندي شهود حتى قاعه المامون عندي شهود ابني دعوه الشر. نعم حكم القاضي مؤبد والاعتداء على عرضي اقصى يمشي بالشارع وابني شريف محكوم مؤبد بالسجن واني لا حول ولا قوه محكوم بالسجن ما عندي فلوس اوديله السجن بهذل جوع اللي الحانوت الداين ووديله. ليش ابني مظلوم؟ ابني راح مظلوم استاذ. يوميا اناشدك لا يظل على خاطرك استاذ لا يظل على خاطرك. لا يا ام علي حقك ام علي حقك. اوقع على ابني استاذ شاهد الله ورسوله اوقع على ابني بالاعدام ومو محكوم مؤبد اذا ابني مو دعوته دعوه شرف. اذا نعم. ابني مو دعوته دعوه شرف اعتدوا على عرضه حكم القاضي مؤبد استمع بس لهم وشهودنا ما طلبهم ولا دنانه. وهذا اللي اريد اقوله وتوصل صوتي يا شريف. وصل صوتك وسمعوا كل العراقيين. وشكرا جزيلا ام علي. نرجع ونقول انه صدقا قضيه المعتقلين هي جرح وغائر في جسد العراقيين، جرح مدى يندمل الى اليوم هذا من 2003 الى اليوم. قضيه المعتقلين والمسجونين والسجناء والاعترافات اللي نخذت بالتعذيب والاعترافات اللي نخذت بشكل باطل والاحكام اللي انحكمت بها ناس نتيجه مخبر سري ما يخاف الله سببت هذا اللي دا تقوله هسه ام علي. يعني ام علي تقول ابني ظنايا اللي انا ربيته واني كبرته اني احكمه بالاعدام اذا كان اللي دا اقوله اني غير صحيح. ام مريم من كركوك حياك الله. الله يحييك اخوي، يحيي قناتك
قناة الرافدين وخادم قناة الرافدين. حياك الله حياك الله. وحي جميع المتصلين وعلى راسهم أنا الكريم وزكريم. نعم. أخي العزيز على أي حكومة جايتون؟ ليش هو العراق جبلبي؟ ليش هو هذا مقتدى؟ ما أقول مقتدى الصدر، أقول مقتدى السطل، السطل لأنه سطل من السطل. لا لا مريم رجاء رجاء خلينا نحكي آرائنا بدون ما نتجاوز على أحد، يعني هم عندهم آرائهم وإحنا عندنا آرائنا وأنت حرة. نعم. ليش هم جاي تكرب المواطنين العراقيين جاي شيء يصير بيهم؟ أحيي هاي الثورة العراقية الشبابية اللي ما خلوا أي واحد بيهم، مع الأسف عليهم ما جاي يحترموننا وجاي نطالب بحقنا وما حنا جاي نطي حقوقنا. ليش اللي يطلب يطلب شغل، اللي يدور راتب، ليش اللي طالب حقه جريمة وقوها له في يوم عليم ما حنا يسمع صوتك؟ لأن زولة كل من يفكر بنفسه ويفكر بروحه ما حنا بحال المواطنين. البريء يسجنونه ويعدمونه، والمو بريء والمجرم كيف يبتر يقتل دمنا العراقيين وما حنا جاي يسمع صوتهم. بس احنا البريئين والمظلومين يسجنونه ويعذبونا وفوق يقتلونا همين. مع الاسف علي يتحكمون جاي تبوق بشعبهم. هو العراق جبلبي، الناس اربع العراق ايرانيين كلهم يبتشيات جبل من العراق. على اي عراق تحكون انتم؟ مو العراق ضاع من زمان، مو هذا يوم الضاحل. العراق ما ينسى حلم. شكرا شكرا لك ام مريم. ام يعقوب من الرمادي حياك الله. حياك الله. هلا بيك يما تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ام يعقوب. نعم اخوي. تفضلي تفضلي. يوم شلونك استاذ رفعت؟ هلا بيك يما. اخوي على مود هاي الحكومه. نعم. دمرت دمار، والله دمرتنا دمار. والله يا اخوي استرحمنا تهجرنا. نعم. نعم كملي ام يعقوب تفضلي. يبدو انه انقطع الاتصال ويا ام يعقوب. عندي صلاح من دياله حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. ام احمد. هذا بيك ام احمد. من قرت ابه دياله قرت ابه. نعم دياله قرت ابه. والنعم منك ومن اهالي قرت ابه. تفضل يا ام احمد. الله يخليك الله يسلمك. تفضل يوم تفضل. أنا عندي أخويا معتقل. نعم. نقصة. عندي. الله يخليك الله يسلمك. أم أحمد نص التلفزيون اسمعيني من التلفون أحسن. نعم. نعم. عندي أخو معتقل. نعم. وانحكم 15 سنة. نعم. وتهمته هيك فاشلة. نعم. لا شاهد اصلا ولا دليل ولا كل شيء. نعم. وحكمه 15 سنه وحاليا هسه بتاجي صار لنا 4 أشهر ما شايفينه ولا نمدلل. نعم. واحنا نطالب بالعفو العام. نعم. بس اصوش مو من الحكم، والله اصوش من القاضي يا اخوي. نعم. يعني القاضي يحكم بدون دليل؟ البارحة لما قال لك الأخ قال لك المستمسكات والدليل والتصوير هذا ما يفيد. بعد شلون نحكم بدون دليل وبدون كل شيء؟ حتى شاهد حتى محامي ما خلوه يصف. أنت هم شفت حكم هيجي؟ نعم. وإحنا نطالب بالعفو العام يا أخوي. نعم ان شاء الله سمعوا صوتك. ومواليد 93 انحكم باطل، الله وكيلك باطل. ومن المشاجره المدنيه قلبوها 4 رهاء. نعم. إيه؟ هذا الفقير يعني يصير به هيك حكومات ما بقت؟ القاضي يريد فلوس، الحكومه تريد فلوس، كلها تريد فلوس، الله وكيلك كلها رشاوى من القاضي حتى صاعده اكبر واحد بيهم القاضي.
بس احنا عتبنا مو عليهم ذول اللي جموهم اللي اعتقلوه، عتبنا على القاضي. شلون بدون شاهد يحكمه 15 سنة على يا أساس؟ نعم. واحنا نطالب بالعفو من هاي. وصل 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 ام احمد، يطول عمرك ويخليك. شكرا 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 لك ام احمد. مشاهدينا الكرام صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بخصوص الفساد اللي دا يصير بوزارة الصحة، الخبيرة سلام سميسم تقول أن وزارة الصحة أكو استقتال من مختلف الأطراف على المواقع الحساسة بها، لأنه ترتبط بصفقات الأدوية وبيعها، وأنه شركة كيماد يتعامل مع شركات أدوية ما أعرف شنو، هاي الأدوية ما موجودة، وتخصيص أموال من الموازنة، والدولة هي اللي تتكفل ب يعني تأمين الموارد المالية لعمليات الاستيراد وتخصيص جزء من الموازنة، علما أنه الأدوية لليوم ما موجودة وغير متوفرة مثل ما قالت سلام سميسم، وأنه 90% من صفقات عقود شراء الأدوية اللي تشرف عليها شركة كيمادية يشوبها فساد. هذا ما قال جواد الموسوي لما كان نائب عن التيار الصدري وتابع لكتلة السائرون في البرلمان، وكشف وجود فروقات بأسعار الأدوية بدل من التحقيق بالوثائق اللي قدمها والمعلومات اللي طرحها تحت قبة البرلمان. كل شيء ما صار، بس تيار الصدري ورا شهر حالة إلى لجنة حزبية انضباطية وتجميد عضويته بداخل الكتلة البرلمانية. وأكو كلمة قالها رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج عن الفساد بالعراق، يقول العراق هو الدولة الوحيدة اللي تسرق نفسها. أم يعقوب رجعت لنا من الرمادي، حياك الله مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل يوم. حيا الله قناتكم الشريفة. سلمك ربي. ويا يا أبا والله هالحكومة هاي ما سوت لنا شيء، من جتنا جمت بيوتنا وهجرتنا وذبحت أطفالنا ويتمت جهاننا وهجرتنا. أنا من أهل الرمادي، أهلي حاليا مهجرين لمخيم الحمام الأمريكي، وأبوي عنده اشتباه، أبوي بالهول ما يقدر يجي، عنده اشتباه الرباعي. نريد نسوي له شراء، يطلبون علينا 30 40 ورقه تعال ادفع، واحنا ما عندنا سنه ندفع تايد. والله يا عتيمتنا، والله هلكنا، والله احنا كنا 20 نفس عائله واحده، حكينا كل ثلاثه اربعه مكان. نعم. ما عاد نريد الله يلمهم بديارهم يرجعون على مكاناتهم. الحكومه هاي سوت لنا هاي الفاسده، والله هجمت بيوتنا ضيعتنا، شتنا الفقر، شتنا الجوع، دايحين بالمخيمات. طلعت بس حريم، يعني شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا في الحكومة هاي؟ المسجون وننذبح والتهجر، شنو ذنبنا احنا العراقيين؟ متنا احنا العراقيين بزعنا كافي عاد. عفو ما يطلع ينطون، ما ينطون عفو لهالمساجين المظلومين.
أو سلامتك، نطلب من قناتكم الشريفة توصل كلامنا هذا، بلش في ناس أنت تسمع، بلش في ناس جايب له حوض عند الله، طفل له حوض يمشي على أبوه. وصل وصل ان شاء الله ام يعقوب، وشكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم اليوم. ابو ايمن من محافظه صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ افل، بالنسبه لهاي الامهات خفيه قاعده تناشد على اولادها بالسجن. زين من يقولون محاكمين أربع إرهاب واللي مدري شني، زين من حكمت أربع إرهاب ليش تسوم علي بفسهم من إرهاب؟ ليش تطلب علي مبالغ دفاتر تحت الطلعة لما إرهاب؟ ليش ما تطفي؟ ليش ليش تأخذون بوليد الناس يعتقلون بها وبس يجون يقوم يسومون عليها، يأخذون فلوس يطلعونها، ما يأخذون فلوس يدخلونها أربع إرهاب. ولا شنو اللي دنا نحكي إحنا أبو أيمن، نقول إنه ماكو عدالة بالعراق. اي والله ماكو عدالة، الله اكبر. يعني هاي الامهات تبكي على ولادها اللي محتفين صيحة من متاوي يكون هذا ما عندي غير الاولاد واللي واقعة واللي قاعدة جار واللي ما عديتها. هاي واحدة جالسة متابعين قناتكم القناة الرهيبة، وقاعد يعني حتى شعروسنا وقفت من هاي الشغلات استاذ افل. ويومية تلفرد، يعني خلال شهر مبدلين أربع وزارات، مدري خمسة، يومية جابين رئيس، يومية مركبين رئيس، يومية مبدلين، يعني شني صدام حسين حكم 35 سنة واشتغلها عدل وما حد راده، يعني خلال الشهر يبدلون أربع رئيس جمهورية. والله العظيم ما ينجحون بالقرآن الشريف، ما ينجحون ولا يلحقون العرب بالقرآن الشريف. يعني هذا حرام عليهم ما يسووا، يهدون السجناء رمضان وهالشهر المبارك، يهدون هالفرحون أمهات هال المحترقة خطية تباكي هالنساء على ظنها، شنو ذنبها؟ نعم والله العظيم بالقرآن الشريف لا حول ولا قوة إلا بالله. وبيهم جاد يخابر يقول لك السنة ما طلع ويانا والسنة ما شرق، احنا شوف ايش قد طلعنا مظاهرات قبل هذا، والمرضنا مريض، وبعدين طببونا داعش وسحقنا، وبعدين جت الميليشيات وسحقتنا. بالقرآن الشريف اكو عالم قسم بالقرآن حتى هي ونساها راحت، الله بيناتنا انسحقت سحل، السعوان ما ظل، السنة ترى ما ظلت، والله ما ادري كم بيت معدودين، انتهت بالكامل والله. الله شاهد راحت بالكامل السنة، ما ظل منهم احد، اللي مرضها داعش، واللي مرضها الميليشيات، واللي قبلها الحزب صفتها، الله وكيلك، قبل اعتصمت بالمخيم اسحقوها هي ومخيماتها وراحت، ما ظل السنة ما ظلت ما ظلت. واشكرك واشكر قناتكم. شكرا الطيبة. شكرا لك ابو ايمن. قبل ما اتحول الى رسائل واتساب، عضو اللجنه النيابيه للصحه جواد موسى ويقول اكو اهدار لاكثر من 50% من الاموال اللي خصصت لبناء المستشفيات في العراق، وان المبالغ ماليه هائله صرفت لبناء 15 الى 20 مستشفى، كان من المفترض ان يدخل منها الخدمه الكثير، لكن ما دخل الا ثلاثه او اقل، وما كن يعني رقابة أو سيطرة نوعية على الأدوية المستوردة. وأشار إلى أنه العراق كان من المفروض يبني 20 مستشفى تتسع ل 600 سرير، والعراق يحتاج إلى أضعاف هذا الرقم، لكن أكو سوء إدارة وأكو تلكؤ من الشركات وأكو فساد كبير بهذه القضية، وأنه استيراد الأدوية يصير عن طريقين، أو يعني بفساد عن طريقين، حكومي عن طريق الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، تاخذ العقود وتاخذ المناقصات وكل شيء ما يوصل للعراق من الادويه، وايضا شركات خاصه تتبع جهات حكوميه متنفذه بالعراق، وهذا جزء كبير من الفساد. هذه بعض الارقام اللي تخص وزاره الصحه. لو تقرون التقارير اللي تخص وزاره الصحه والفساد اللي يصير بوزاره الصحه، راح تجدون انه 30% الى 40% من الاموال العراقيه او الموازنات العراقيه من 2003 لليوم ضاعت عن طريق وزاره الصحه. رسائل واتساب اليوم، أخي العزيز السلام عليكم، وناشط قناتكم الشريفة، الموضوع هو حرماننا من ماء الشرب، لأن محطتنا بلاسم محطة وموظفين بها فضائيين، وهي في اليوسفية قرية عبيد. سهير الحمداني، شكرا جزيلا إلك. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي العزيز، معلومات توفرت عن مجموعة صغيرة
تتواجد في قاطع الكرخ والرصافة، تعمل على تسليب العجلات الحديثة والأشخاص أيضا. ناشر معلومات عن هذه القضية ورسالة طويلة جدا. رسالة أخرى تقول اتفاق بين حلبوسي والمالك والبرزاني على عدم تمرير الزرفي، واليوم هنالك اتفاق على عدم تمرير مصطفى كاظم. السلام عليكم، تحياتي لقناتكم الجميلة واللي تسمع صوت المظلومين. أنا ابني معتقل مواليد 2001 وانحكم 15 سنة. شنو ذنب أولادنا هيك تبهذلت بهيج أعمار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نطالب الحكومة العراقية بإفراج عن المساجين المظلومين، إحنا شبابنا اندمرت حياتهم بسبب هاي الحكومة الفاسدة. تحية لك أخي أفل. أولا شهر مبارك مقدم على جميع باليمن والبركات. ثانيا العراق يمر من عام 2003 وللآن بأزمات اقتصادية ومالية وسياسية وعديدة، سببها الحكومات التي أتت على ظهر الدبابة الأمريكية، فقر، فساد مالي وإداري، قتل الأبرياء، خطف، اعتقال، سجون وغيرها أكثر كثير أزمات. الحكومات لم تفعل شيء يصلح يصلح وضع البلد، لذلك التغيير بالثورة هو هدف ثوار تشرين الأبطال. الرحمة والخلود للشهداء الأبطال والحرية للسجناء والشفاء للجرحى والنصر للعراق. تحية لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها ولهيئة علماء المسلمين وللأمين العام وللدكتور مثنى حارث الضاري ولهذه القناة التي كان لها منذ التأسيس خطها المعادي للحكومة والحكومات الاحتلال وللاحتلال والعملية السياسية البغيضة المشؤومة. السلام عليكم أخويا، خلونا نعرف وخلي يختصرون ويريحونا، لا يطلقون سراح المعتقلين، لو ما يطلعوهم ملينا من الانتظار. الله أكبر، الله يفرجها علينا وعليكم إن شاء الله. السلام عليكم، تحية خاصة إلى قناة الرافدين. هل من المعقول مرض كورونا يدخلنا من إيران والآن فتحوا الحدود مع إيران؟ معقولة نستورد من إيران ثوم وشوندر ونبوق؟ اتقوا الله يا حكومة من هاي الأعمال. وتحية خاصة إلى شباب التحرير والنصر، قادم إن شاء الله ويا محلى النصر بعون الله. رسالة أخرى، أم زينب من بغداد، أشكر قناتكم المحترمة وكل رمضان وأنتم طيبين. وين رايحين بهذا البلد؟ شنو السالفة والتوزيع غير اللائق؟ دمرة والعراق الله لا يوفقهم، اللهم لهم بالمرصاد. من خلال قناتكم أتمنى أنه يطلعون المعتقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم على الشعب العراقي. جميعنا نناشد المرجعية الدينية، يا سيدنا حسبينا احنا زوجات واطفال السجناء، والله تعبنا، يعني احنا شنو مصيرنا؟ والله اني وكثير مثلي، اني ما عندي اهل، والدتي متوفيه ووالدي متوفي، اخوان ما عندي، عندي 5 جهال، العيشه صعبه. يا السستان العفو العام مطلبنا، فرحونا اجانا العيد يا حكومتنا، حسوا باطفالنا فرحهم. تحياتي لقناتكم اخوتكم من بابل، حياك الله. أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. قبل 3 أيام كان مولد القائد العربي رحمه الله، وخاض معركة 8 سنوات ضد الفرس المجوس، وهذه الحرب التي جرعت إمامهم الشيطاني كأس السم، وأتوا على ظهور الدبابات الأمريكية إلى أرض الرافدين، وهذا دليل واضح بأنهم جبناء ولا ينال سوى الخزي والعار والخيبة والندامة والذلة والهزيمة إلا الجبان، وشكرا لكم. السلام عليكم أخي العزيز، من خلال قناتكم الكريمة مناشدة إلى كل شريف بالحكومة، أقسم علي بحليب أمه أني فرحنا على هذا العيد ويطلعون ولدنا من السجون. والله زوجي مريض بتدرن، والله أداين فلوس وودي له علاج، وهسه صار لي 4 أشهر ما أدري بأخباره، من كسر خاطرهم شي صير إذا فرحونا. أخذكم من النجف، حياك الله. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ، العراق من قبل التآمر عليه لأنه بلد الأنبياء والأولياء والشهداء وبلد التاريخ والحضارات، وفي التاريخ الحديث تم احتلال العراق من قبل بريطانيا الشر والرذيلة، ونهض رجال العراق وأخرجوا البريطانيين بالفالة والمجوار صاغرين، ولم تنسى بريطانيا هذا للعراق، حركت الإدارة الأمريكية وشيطان العصر إيران الشر والصهيونية العالمية للانتقام من العراق والأخذ بالثأر، وأن لهم بالمرصاد. نحن صناع الثورة والنصر للعراق، ثورة وثوار تشرين، النصر غصبا على خشوم العدا، بغداد تبقى صامدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي أفل، أطلب من الله ومنك تناشد ويانا بقانون العفو العام، والله راح نموت من الفراق، صار 7 سنين بالسجن ماكو بعد رحمة، والله مرضى وما حد بحالهم، وكلكم تعرفون بحال السجون اللي ما متأذب
متأذية بالوضع، يبقى هيك أخذكم أم حسين من أهالي طويريج، رحمونا يرحمكم الله، إجانا العيد وأهل العيد غياب وشكرا. أبو كرار من البصرة، الرجل الفريق الفقير الذليل المسكين اللي ما حد بحاله، أستاذ اليوم واحد من أطفالي انطاك عمره، أقسم بالله صار لشهرين يشكي من بطنه وما عندي 1000 دينار أوديه للطبيب، اليوم مات وأني متأكد راح يموت الثاني والثالث من أطفالي، منه يصدق عايش على القدرة؟ الناس تجيب لي أكل، ما تجيب أكل ما أكل، أنا مو عراقي شنو ذنبي؟ يومية أفطر هيك وقت، والله ما بي أحكي، قلبي مكسور على ابني وراح أموت. الله يعينك ويرحم ابنك يا رب. السلام عليكم، نطالب من قناتكم إيصال أصواتنا. كل الدول أعطت عفو عام إلى العراق إلا العراق، يعني العراق من يا دين ومن يا عقيدة. عمي 95% أبرياء، نريد عفو عام. شو أخواتنا بالسجون يواجهون الموت والظلم وكورونا، لا مرجع دين تحرك ولا سياسي شريف تحرك ولا رجل عشيرة تحرك، شنو السالفة؟ أين الدين وأين الإسلام وأين الرحمة؟ أو ليس لدي ليس ديننا الشريف يحث على العطف والتسامح؟ العفو العام مطلب الجميع. آخر رسالة أقراها، السلام عليكم أستاذ أفل، هي بس وزارة الصحة فاسدة، هي الحكومة كلها فساد وظلم، بس نقول لك الله يا الفقير، حسبنا الله ونعم الوكيل، كل وزارات الدولة فساد شلع قلع ولو ماكو دولة. وتحياتي لقناتكم الموقرة. أعتذر من السادة المشاهدين اللي دزوا لي باقي الرسائل وما قدرت أقراها لضيق الوقت، أعتذر من السادة المشاهدين اللي دا يحاولون يتصلون بينا وما قدروا يتصلون بينا أيضا لضيق الوقت. برنامج صوتكم انتهى، انتظرونا باكر بنفس الموعد إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى موعد اللقاء، في أمان الله.